الحمد لله المنفرد بالبقاء والقهر، الواحد الأحد ذي العزة والستر، لا ند له فيبارى ولا شريك له فيدارى. كتب الفناء على أهل هذه الدار، وجعل الجنة عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. جعل للمحسنين الدرجات، وجعل للمسيئين الدركات. ونصلي ونسلم على خير البريات سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وبعد، الواحد مننا يمتثل لأمر الله، الواحد مننا يخلي باله من نفسه، يخلي باله من نظره. الله عز وجل يقول لنبيه ويقول لنا عامة: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. يبقى الواحد مننا يغض بصره، يخلي باله من بصره. وقال ربنا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فغض البصر لازم الإنسان مننا يخلي باله من نفسه، يخلي باله من بصره.